يفتن الله سبحانه وتعالى لكن يتكبر بون قال من إذن ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله لك لأن الزال أمنوا لهم السواج لباتشو يمي ذنك دبت لباتشو يمي فرابت كذي الكرب من ديل الله سبحانه وتعالى أن تخشع قلوبهم لذكر الله الله تلسات لباتشو يمي فرابت كذي يمي ذنك دبت كذي الكرب وما نزل من الحق فطارياتشو يتورد اللاتشو من مريا قرآن سنبب اللاتشو لباتشو جنجت إني لبات كذي الكرب من ديل الله سبحانه وتعالى وفي سورة الأنفال سورة الأنفال ذكر المؤمن الآن إنما المؤمنون ولدنا يهون مؤمنون مالت الذين نزلنا الشوال إذا ذكر الله الله سبحانه وتعالى يتوسل به يا الله حيال الندو خلق الندو بتوسل به وزلت قلوبهم لباتشو يمي بنجدو لباتشو يمي فروسوشنا الشوالة الله سبحانه وتعالى تعلق النجل نبي صلى الله عليه وسلم تقلت من العلو هل تدرون كم بين السماء والأرض السماء النابة مجر مكاكل من يأكل ركز الدالة قال الله شوف 500 عام النسمة آمة يمي أكل ركز الله كسماء السماء جاندو سماء وفرد من ذلك النسمة آمة يأكل كان دنيو سماء اسكولة دنيو سماء النسمة آمة يأكل بيان دان بسماء مكاكل سباتم سباي عمز مزوانة يمي أسوس كتة تالاك ايان دان بسماء دمو أفرسو عمز مزوانة يوان عرب ايه بزو كيون سباي سباتم سماي اشكين والسماوات السبعو في الكرسي كسباتم سماي بلاي دمو كرسي يمي بالعالمات ان الزا كرسي لاي تالي في الدرقو لسكن دا سباتم سنتي موت جاشا لاي اندا ستالونا شوار الذي كرسي يميبال وادم سبات سماي سبات مدر جدمو في كرسي الرحمن الرحمن مداف لي طالب الدرقوال يا الله ملك تنين كخزلت في يدي أحدكم عندك مدافعين دالك ومن زرعات ومن زر مدافعات اللي طالب النار من يتربو تفيزات أتفيزم الرحمن طاعت لي سبات سماي سبات مدر طالب الدرقو يهني عالناتو إمن ترقر بطان تنش نقر ناتو من سبات سماي يا الله أنت لك الذي من يطيهم لجميعا يجام كان يدل الله السبع السماوات سبع السماوات يجام كان قال الله الذي سبع السماوات عند ولكت تقل اللي أرقاته ونابسه فيقول إلى أنا الملك أين ينقصه أين المتكبرون يسألوا النزاء قرآن يوجد أين الجبارون النزاء أنباق النمس بمد الله يسألوا ذلك أين ينقصه يا الله سبحانه وتعالى سبات سمايات بجو يتكلل الشوى النزي كذوك يهونو على بوشين الله قرد النزال سر من المايلد جزيه تالات يهونو جيتا الله حيال النزي يتوسع لزيت وجلت قلوبه لبات شوم يفران حساب يدرقوت جوستن الناسك ونو فزيك تالاقو الله سبحانه وتعالى قرد يسرانات يسرنات هلو الناسك ونو جيتا الله يزيه تالات يتا شوستن كيوسع كسو قال نجا حساب الدنيا لقوت النجاراتشو لباتشو يمي لك تو متين الى الله مؤمن واش ما تقول لباتشو يمي فروناشو يا او وطن اثر علينا جورا يا نجاو ما لك مالك تشي سما يمنا يا كيزو سما يا لمنم بتسو يا قوم تشي سما يوم تكون السماء كالمهد لك اند زيتا كلا يمتون بتجيا دوجت يمتون بتجيا وتكون الجبال كالعيه الذي جزوك تراراوك يمدر سكالوك يتبالو تراراوك سبي بالو مهيري وناك جوتيت يارجع شوال الله جاك أنا أتبع أتسرني هونك ولا يسأل حميم حميمة زمر زمر يما يتنيك بل أتسرني كنات يبسرونه يزياني وطعم الزيشن كبهونا بالجزي زمر زمر يايا يوم يود المجرم يزياني أماتي هونا تيمنيات لو يفتدي بعذاب يومئذ ببل يزعني لجون الزاق السبوتا تكتو السنة موضع بالمية وصاحبته وآخي ميستون بالزاق السبوتا تكتو واندمو بالسبوتا تكتو السنة موضع بالمية وفسيلته التي تؤويه
ستتجاوب الى برشه وسونه ستكتب السنه ومن في الارض جميعا ثم يجي فمد الله يالا فترات بطك علي الصبوت تتكتب السنه تامون من يبكي كلا بالمتكاكات المبارك الى الله ان لغا يسكتابا كوساتكو لغانا نزاعه للشواء يتنقلات قدان يمتقشلت يهونسا تدعو من أدبر وتولى كأمنة زورا يتجد فجد وجمع فأوعى كنزب ترسبو ذكاون يرسطون سو ما صاري أنتين يتلم يجارك تسرى بسلالة ياكن بطامة فردية ونوكين يتصوتو يا الله حيال النسي وسكا من الميلون عدشو لباتشو ينميدن ابتقون عدشو مؤمن وشمالة إلى الله سبحانه نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم عندي من هالو تحشرون تكسكت الله شفاة جامعة لله شونات عراة راكتونات أقول لن يلتجرد شونات شونات تكسكت فقلت يا رسول الله عائشة رضي الله عنها حارس يستنادي خلشوا القرد يا رسول الله أنت ألا ملك تنهو الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض وندم كيتم ارتبط يتعينون براكتا شنو من تكسكت والد نبي صلى الله عليه وسلم من عرض فقال يا عائشة أنت عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذاك إيه قد يزان لهم يستنقات كي مثلشان يم يأساسبات كي مثلشان أندو لأندو يمي ملكة كي مثلشان كلا يزان لهم براسو قد يبيني تقول من دالنا يا يأكل سلم يأكل ميتر 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 هذا كذلك أصدرك ونوك الميتر ميتر 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 رسول الله الله سبحانه وتعالى فتكبر قال لك يقتلنا قد أفلح المؤمنون إن الله مؤمن يهون سواج هلاح وطال يأسفر يهون نقرى هذه أبتو يهتين قطع رسل باتشو إنما المؤمنون الموحدون فالله بجا يميانو كأن له جل الميلم إنما الذين آمن لربو طريق جل باتشو إن الله الله يأمن يهون ولم يلبسوا إيمانهم بذل إن تاتشون كهجت ذكيلة يالكراكو أولئك عند زائل السوج آمنوا كإيمان التشوغار شرك ميبال نغر يالكراكو السوج لهم الأمن مولو يهون جهن النسال سلام على وهم محتدون كلهم نغر يتمرن من النسمة إلى الله سبحانه نعم يزامي اللهم بالتين التي عمل في نبر سوج فتسمو آيات فراتشو لتاتشين الله سبحانه وتعالى وحادثة فرس من جنة بلالو يا ابن آدم يا آدم بشوي إنك أنتك لو آتيتني أني قابت مدى بقراب الأرض خطايا من رين يميم ولا وانجل زفت مدى ثم لقيتني لا تشبك بشيئة كذاني قابت تتجنعي من انسات تقرى كتجنعيه جاءتيكم بك بقراب حمد اكتوان من رين يميم ولا وانجل مهرة الجنة مدى سبحان الله سلك ومسفرت على ما قرأت الشام اللهم بالتهيمة ما قرأت كان له جعلا على ملمة لسه بالشام لو مارك لسه بالشام لو مثال لسه بالشام من ماذا بس لسه بالشام كذبوا على مذر يمي مولا وانجل بسرى بتاتين الله سبحانه وتعالى مهرة ستية ونجيتانا ونا امرات فاتحة ها قرأت لا كتقرأ ما ومن يشرك بالله الله لا يقرسوا فكأنما خر من السماء كسمائن دو الدكسوا كسمائن دو الدكيالا فتخصفوا الطيب ضرارين دمت نتكونوا ضرارين الكام دمت قرارتوا أو تهوي به الريح في مكان السحيد وإن فات تكبلا روكيه ونبوتان دورا ورشوسوا ياسوا يترفلتوا ويترسبا ما يتنسوا لكن رزيهم والله لا يقرسوا للنبي جبال تفل تجربنا من ما يتصفى إلا سلبي تلقوا نجر الله عند السيدة بنا ملك الجبان كالله جعل ملمن ديبك من ملمن عجبه الله سبحانه وتعالى كالله جميل من سواج من نارا شو إن تدعوهم كالله جعلوا وثان بلوا شو ولي بلوا شو من بلوا بدلا من عجبه لا يسمعوا دعاءكم لمن أتشهون يسمون منه ولو سمعوا أنه يسمع اللغلات بالتاسبون مكوان
مستجاب لكم ملتي ستوات فاشون ويوم القيامة يكفرون بشرككم يجام كنن بذيك هيدتا تيكروشا أرنيانا لما نبلو يستبع بلوشا ولا ينبيك مثل خليل عندو سواجو من لو نتانا من الواشا كالله جال من لمن هيكبا من لذا يمنانا من لمن يتعطينا الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم قام من بلنا على شو قل بل أنت محمد لا أملك لنفسي لراسين قونا يبشلم نفعا ولا برا متكم هنا مقدات على الشلم راسين قونا نبي صلى الله عليه وسلم متكم مقدات ما يشلم قونا راس عشو كذو جالو سو إذا كم يقول يشلم قال له جالو يفلقو ولي يبالو الله جم توجيه سو بلو ملايكا بلو نبي قونا إذا كم هاي قدام بلي تبار القرآن زار لا يمين سمو مدينة كالله جالو የሚደግሙ ይጎዳሉ ብሎ የሚያስቡ ስንትና ስንት ሰዎች አሉ። እንደ ናሙና የተወሰኑ ስንኞች መመልከት ይችላሉ። የተወሰኑ ግጥሞቻቸው አላፈን ከረፈን ማወራ አልባህር በሁሉም ሸሸሁኛ እንድንጓዛ ይቀር ተዛፍ ተበጠሉ በዝቶብኛል ነውረ አነ ሜዳው ላይ ሆኜ ወድቄ በዱር መግቢያ በራ ጥጄ ታግቼ ባጥር አልሄድ ወደፊቴ ወደኋላ አልበር በቀኝ በግራዬን እሳት ገደል ባህር አቤት ተራዋችሁ ጌቶቼ ደልቱር ንረዳት የማነው ተናንተ በቅር ሰለፍም ኸለፍም ማወራ አልባህር በሁሉም ሸሸውን አንድ እንኳ ሳይቀር ማንም ሳይቀር በሁሉም ሸሸዋል ከዛፍ ከቅጠሉ በዝቶብኛል ነውር ሜዳው ላይ ሆኜ ወድቄ በዱር በዚያ በራጥቼ አግቼ ባጥር አልሄድ ወደፊት ወደኋላ አልበር በቀኝ በግራዬ የእሳት ገደል ባህር አቤት ተራዋችሁ ጌቶች ሄደስ ሙስሊም የሆነ ሰው አእምሮ ያለው ሰው ከአላህ ውጭ ያለ እንዴት ጌቶች ሆነ? አንድ አላህ የሚያመልክ ሰው ከአላህ ውጭ ያለ ጌቶች ማለት አግባብ ነበረ አይደለም? ያ ብቻ አልበቃው፣ ረዳቴ ማንም ከእናንተ በቀር ሱብሓነ ረቢ ጌታችን ነበር። ረዳቴ ማነው? የአላህ አንተዎች መባል የነበረ ጠቅልላ አድርገው አላህን ምረሰው። ረዳቴ ማነው? ከእናንተ በቀር ሰዎችን ይሄ እንግዲህ ከነቢዩ እንኳን አልጠቅምም አልጎድም እያሉ እነዚህ ሰዎች ምንም ይበልጥ አላቸው። ከአላህ ውጭ ይጠቅማል የሚጎዳለ ብሎ ያስባል። ከሞቱ በኋላ እንኳን ይጠቅማሉ ብሎ ያስባል። ለኸልቁ ገበያ መድኃኒት ነበር፣ የቸገረው ሂዶ የለውም አፈር። ተሀያቱ በልቷል ለወለታው በቀብር፣ ወደ አለኝ እሱ ጉዳይ አልቅም ይቅር። ለኸልቁ ገበያ መድኃኒት ነበረ፣ የቸገረው ሂዶ የለውም አፈር። ተሀያቱ በልቷል ለወለታው በቀብር፣ ወላልኝ እሱ ጉዳይ አልቅም ይቀራል። ወለታው ከሀያቱ በልጧል፣ ወለታው በቀል በህይወት ከነበረበት ጊዜ ከሞተ በኋላ ጠቅመራለ። አሽሮናል፣ ሀብት ሰጥተናል እያል ኮኖ ነሰ ሱብሓነ ረቢ። ከሞተ በኋላ ነቢይ ሰለላሁ አለይህ ወሰለም በህይወት እያሉ ልጠቅምም ልጎዳም አልችልም በል ከተባሉ ከሞተ በኋላ ከነቢዩ ጫለ ሊጠቅም ሊጎዳ ይችላል በህይወትም እያለ ይህ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ኩራፋት ሽርኮች አሉ። ስለዚህ ከዛ ንጹህ ማድረግ አለብን። አላህ ፊት ነገ እንቀርባለን። እኔ እያለሁ ልክ አላህ ውጭ አለ ለምን ከኔ ውጭ አለ ለምን ክብሎ ነገ አላህ ይትባል። ነገ አላህ ፊት እንቀርባለን። አስፈሪ ነው ቀን። ስለዚህ ያን ነገር ትኩረት ማድረግ አለን። ሌላው ሽርክ የሚባለው ጠንቋይ ለጠንቋይ የሚሄድ ሱብሓነላህ፣ ሙስሊም ሆኖ ጠንቋይ ለጠንቋይ የሚሄዳል። ነቢዩና ወሐቢቡና ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ላይ ምንድን ነው ያሉት? መን አታ አራፈ አውቃለሁ ባይ ዘንድ ይሄደ ጠንቋይ ዘንድ ይሄደ ፈሰአለሁ አን ሸይ የሆነን ነገር የጠየቀ ለም ትቅበል አንሁ ሰላቱሁ አርባዒን የውም ሶላቱ ለአርባ ቀን ተቀባይነት ፈሰደቀ ሁነት ካለው ደግሞ ተቀከፈረ ቢማ ኡንዚለ ዓላ ሙሐመድ በሙሐመድ ላይ በወረደ ቁርአን ክዷል። ነአም ለትሰይቅ ቁርአን ላይ ከአላህ ውጭ ማንንም ሊያውቅ የሚችል የለም እያለ ጠንቋይ ዘንድ ትሄድ ሩቅን አውቃለሁ የሚሰው ዘንድ ትሄድ ምን እያለ አይ ቁርአን ተሳስቷል ሩቅን የሚያውቁ አካላቶች አሉ እያለ እንዴት ሳይከታለ ከሃዲ ነው ጠንቋይ ዘንድ ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም። በሌላ ሀዲታቸው ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለይሰ ሚና ከእኛ ውስጥ አይደለም ከሙስሊሞች አይደለም ምን ተጠየረ ገድ ያለ ሰው ዛሬ ገዱ አልቀናኝ የሚሉ ሰዎች ስንትና ስንት አሉ። ሙስሊሞች ገዴ የሚሉ ሰዎች የእኛ አይደሉም። አውቶቱ ይረለው ወይም ገዴ ያስባል ምን ተካሃነ ጠንቋይ የተነቆል አውቶ ኩሽ ይነለው ወይ ያስተነቆል የደገመ አውቶ ተሒረለው ወይ ያስደገመ
የሙስሊሞች አይደለም ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል። የሩቀን ወቀት የሚያቀን ከአላህ ውጭ ማንም የለም። ስለዚህ ነገ አስፈሪ የሆነ ቀን አለና አላህ ፊት ሂሳብ እንቀርባለንና መጠንቀቅ አለብን። ጌታችን አላህ ያለው ቀዲ አፍለሐ አልሙእሚኑን ሙእሚኖች ፈላህ ወጥናል። ሙእሚን የሚባሉት ደንቋይ ለደንቋይ ማሄድ ይህን ተማይደግም ማያስደግም ከገዴ ከመሳሰሉ ከሽር ቀዝር የሞቱ ሰዎች ይጠቅማሉ ብሎ ከማሰብ ንጹህ የሆነ ሰው ሙእሚን የሚባል እነዛ ናቸው የሚድኑት ነው ያለው። ቀጥሎ ሁለተኛ መስፈርት አስቀምጧል። ፈላህ የሚወጡ ነው እነማን ናቸው አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ነጻ የሚወጡ ሰዎች አለ ሌላውን ቢሰላት ካሽሮት እነዛ ሰላታቸው ላይ አላህን የሚፈሩ ሰዎች ናቸው። ሶላታችን እንዴት ነው የምንሰገድ? ሶላታችን እንዴት አድርገን እየሰገድን ያለን? አላህን ፈርተን ነው እየሰገድን ያለን? ጌታችን አላህ ስብሓነ ወተዓላ ሶላት እሱን እየጠራ እንድንሰግድ ነው ያዘዘ። የማይሰግዱ ሰዎችን ደግሞ እንዴት ይነዛተባቸው? ተኻለፈ ሚን ባዕድሂም አለ። ስለ ምርጥ ሰዎች ስለ ደጋግ ሰዎች ከጠቀሰ በኋላ ከእነዚህ ምርጥ ሰዎች በኋላ ተኻለፈ ሚን ባዕድሂም ኸልፎን ምትኮች ተተኩ። ምን አይነት ምትኮች? አዳዑ ሰላህ ሶላትን ያጠፉ ትውልዶች ይላል አላህ ስብሓነ ወተዓላ። ወተበዑ ሸሃዋት ስሜታቸውን የተከተሉ ልብ ወለዳቸው ደስ የሚላቸውን የሚከተሉ ሰዎች ማለት ነው። ዲን እኮ ደስ የሚለን የምትከተልበት አይደለም፣ አላህ ጋር የሚያቃረበን የምንከተልበት ነው። ለስሜታችን ቢቃረን እንኳን ማለት ነው። ስሜታቸውን የተከተሉ ሰዎች ተፈጠሩ። ፈሰውፈ የልቀውነ ገያ ገያ የሚባል የጀሃንም ሸለቆ አለ። በጣም ጥልቅ ሸለቆ ነው። እሳት ነው የሚከታተልበት። እዛ ውስጥ ይገባታል። ስብሓን እነማን ሶላትን ያጠፉ። ሶላትን ያጠፉ ማለት ሙሉ በሙሉ የተው አይደለም። መስፈርቱን የማይጠብቁ የሚያቆራርጡ እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው። ሙሉ በሙሉ የተውማ ከሀዲ ነው ለዘላለም ተወይሉን ልልሙሰሊን ወየወላቸው ለነዛ ለሰጋቸው አለዚነ ሁም አን ሰላት ይሳ ከሶላታቸው የሚዘናጉን ያለ አላህ ስብሃነ ወተዓላ። ከሶላት መዘናጋት ማለት የሚያቆራርጡ ሊሆን ይችላል፣ ወይም መስፈርቱን የማይጠብቁ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የሶላትን መስፈርቱ ሁሉን አሟልተን ለመስገድ መጠበቃለን። ወየወላቸው ለሰጋቸው ይገባል። የማይሰግድ ሰዎች የማይሰግድ ከሆነ ደግሞ ሰቀር ጀሃነም ይገባል፣ ለዘላለም ይቀጧታል። አልዓህድ ለዚ በይነና ወበይነሁም ሰላም ያሉ በእኛና በካዲያኖች ያለው መለያ ሶላት ነው። ከምን ተረካ ፈቀድ ተፈለ ያለ። ስለዚህ ፈላህ የሚወጡት ሙእሚኖች ከዛ ሶላታቸውን ማድቀው የሚሰግዱ በደንብ ተከታትለው የሚሰግዱ ናቸው ነው የተባለው። ነፃ ለመውጣት ነገ አስፈሪ ከሆነው ቀን ነፃ ከሚወጡ ለመሆን ሙእሚኖች መወሒዶች ሆነን ሶላታችንን ባንዳሩ መስገድ አለብን እላለሁ። ይህም በተናገርኩት እናንተ በሰማችሁ ተጠቃሚ ላ ያድርገን።